نوافيكم بكل ما هو جميل الآن من الأجزاء الشرقية من منطقة جازان، كما تشاهدون هذه السحابة الممطرة التي تعنون محافظة الحرث بالخير والرحمات، ذوي الرعود، مشاهدة البروق، لا إله إلا الله، أجواء جدا جميلة، بساط أخضر يعنون هذه المحافظة الجميلة. مرسام ذيابي وفيكم الآن بأحداث هذه السحابة أولا بأول. ما شاء الله تبارك الله، والأحبة مساكم الله بالخير والرحمات والنعيم الدائم الغير منقطع على محافظات منطقة جازان من الخيرات والرحمات والهطولات المطرية. محافظة الحرث الآن كما تشاهدون ما شاء الله الهطول المطري المستمر منذ ما يقارب ساعة، لازالت الأمور ما شاء الله تبارك الله طيبة ومبشرة بالمزيد خلال الساعات القادمة. والله يوم جميل، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق.